تحلية جد رائعة ولذيذة بزاف، كنتمنى تعجبكم. أهلا خوتي خواتاتي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وصحة جيدة. اليوم جبت لكم هالتحلية لذيذة لذيذة بزاف، وما كتطلبش بزاف المقادير، يعني 3 أو 4 المقادير كافية. أول حاجة كنشدو الكريم تشيز، اللي عجبك أي كريم تشيز عندك. كتشدي 3 المعالق ديال سنيدة، سكر سنيدة كيف راكم تشوفوا، يعني تبعوا خطوة بخطوة وغادي تطلع لكم جد جد رائعة ولذيذة وسهلة التحضير، وما كتطلبش لا وقت لا مقادير لا مكونات كثيرة إلى والو. المهم كي كتشدوا الكريمة كتخلطيها مزيان مزيان مع السكر سنيدة حتى كيتلقوا مزيان، كي كتشوفوا كتحصلي على هاد الخليط هذا، وبعدها كتخليهم هكا على جنب باش، وكتزيدي عليهم أول حاجة الكريم فريش، يعني كريم فريش عندك هذاك الكريم سينجل او لا دبل، يعني الكريم فريش كيكون على جوج الاشكال، ماشي مشكل، ماشي هذاك يعني اي حاجه عندك. المهم غادي نتلقاو المقادير، غادي نكتبهم ليكم في صندوق الوصف، غادي ندخلوا صندوق الوصف وغادي نتلقاو المقادير، شحال من غرام ديال كريم تشيز او الكريم فريش او كل شيء. ومن بعد كنمشيو كنخلوها على جنب وكنمشيو نديرو الكيكه ديالنا. الا ما عندكش هذاك الخبز اللي مداير بحال الكيك، الا ما كنتي شارياه يمكن لك تحضريه في الدار، يعني يمكن لك تحضري كيكه في الدار تستعمليها، ماشي بالشرط انا ما شريتي كل شيء. المهم الكيكه تا هي سهله، ما كتطلبش بزاف المقادير. كديري يلا 3 البيضات، 175 غرام ديال سنيده، 175 غرام ديال الزبده. المهم راني غادي نخلي لكم المقادير لتحت، وباش تتبعوا خطوه بخطوه، هادو غير الخطوات شنو غادي ديري، اما المقادير غادي نتلقاوهم في صندوق الوصف. كيف خليتها 175 غرام ديال سنيده، 175 غرام ديال الطحين، يعني كيكه بسيطه وما كتطلبش بزاف. هنا مني درنا الكيكه ديالنا خليناها طيب، رجعت الكريمه ديالي اللي كنت حطاها على جنب، زدت عليها نيستلي الحليب المركز، يعني علاش انا قلت لكم سنيده غادي نديرو غير 3 المعالق، او يمكن لك ديري غير 3 المعالق ديال سنيده، لانه غادي دير عليهم هذا الحليب مركز، وانتم تعرفوا هذا الحليب هذا حلو بزاف، يعني حلو 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 بزاف، يعني الكريمه غادي تجي حلوه. المهم كتشدي كتخلطيهم مع بعضياتهم كراكم تشوفوا، دابا كنخلطوهم حتى كنحصلوا على واحد الخليط زوين ولذيذ. وهنا الكيكه ديالي خرجتها، كي خرجتها من الفرن خليتها تبرد، لازم تخليها تبرد ما ديريش عليها الكريمه حتى تبرد. المهم كيف ما شفتوا انا خليتها حتى بردت مزيان، غادي نشدها غادي نقطعها بالكاس اللي غادي نستعمل فيه التحليه، هذا الكاس هذا هو اللي غادي نستعمل فيه ندير فيه التحليه ديالي. فشديتها قطعتها هكايا على شكل دويورات، الا عندك 3 ديال المول يمكن لك ديري ديك الكيكه، عوض ما ديريها في مول واحد يمكن لك ديريها على 3 ديال المول باش ديري الوقت، يعني ما تبقايش تقطعي بحالي وهكايا. يعني انا قطعت هذا باكي شفتو في الكاس، وغادي نقطع هذوك الدائرات غادي نقطعهم على جوج عاود، لانني كنحتاج كل كاس غادي نحتاج فيه جوج طبقات ديال الكيكه ولا الخبز، وجوج طبقات ديال الكريمه اللي راني اللي وجدت معكم في الاول. وهاد هاد الكيك هذا يعني ما ترميهش، يعني استعمليه في شي حاجه اخرى لانه يمكن لك تاكليه، فيمكن لك تستعمليه اي حاجه. انا استعملته في درته هكا، يعني درت واحد الكاس اخر، ماشي بالشرط على ما درتيهم دوائر كي راكم شفتو درناهم دابا او لهذا، يمكن لك ديريهم باي طريقه. المهم هنا غادي نقول لكم انا ما كتعجبنيش القهوه، فاستعملت هوت شوكولات. هوت شوكولات هو داك الشوكولات الدائب، يمكن لك تستعملي القهوه باش تحصلي على المذاق ديال القهوه انتيا، ولكن انا درت هاد هوت شوكولات مع واحد شويه ديال الفانيلا، فانا جات عندي المذاق ديال الفانيلا. اما انتي الا بغيتي المذاق ديال القهوه يمكن لك تستعملي القهوه وتخلي هكا ديري واحد جوج معالق او 3 المعالق هنا في هذا الخبز هذا باش يشربوا شويه باش تولي رطبه، يعني باش ترطب. كتشدي كتلقيهم هكا بمعلقه تبركي عليهم هكا شويه، ومن بعد كتضيفي عليهم هاد الكريمه هذه كي راكم تشوفوا، والكريمه عاود كتشدي واحد المعلقه كتلقيهم بحال هكا كيما راكم تشوفوا معايا هكا بشوي بشوي، كدوريها على الجناب
عاد من بعد كديري الطبقه الثانيه ديال الخبز. كنتمنى هذا الفيديو يعجبكم وتشاركوه مع الاخوات والاخوان والاصدقاء، وما تبخلوش على اختكم بالاشتراكات، يعني تشاركوا مع الحباب. وكنقول لكم شكرا لكم بزاف على الدعم ديالكم، وشكرا للناس اللي كيحبوني من قلبهم. والله حتى نتوما راكم عزاز 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 بزاف ما تصوروش، اقسم بالله ما غاداش نحلف لكم زعما كل مره، نتوما عارفين راسكم شحال عزاز عليا. ونقول لكم رمضان كريم وعواشركم مبروكه، والله يدخلوا علينا هاد العواشر هذه بالصحه والسلامه ان شاء الله، والله يفرح كل مسلم يا ربي امين. المهم كي راكم تشوفوا دابا اخوتي، غادي نشد الطبقه الثانيه، راكم شفتوا يعني درت الكريمه، ودابا غادي ندير الطبقه الثانيه، غادي نخوي ليها عاود القهوه اولا الشوكولات كيف ما انا دابا راني ندير. انا كندير الشوكولات، فانت يمكن لك ديري القهوه، اولا ما كتعجبكش القهوه حتى انت يمكن لك ديري الشوكولات بحالي. يعني انا عجبني المذاق ديال الشوكولات، حتى مذاق الشوكولات كتجي زوينه وكتجي لذيذه. خليكم على الفيديو وغادي تشوفوا النهايه كي غادي تجي. ولكن حاجه وحده، من ديري الطبقه ديالك ديال الكريمه ماشي تاكليها في ديك الساعه، خليها في الثلاجه يعني واحد نص ساعه ساعه هكايا. يعني انا فاش كنت كندير هكا شديت مشيت كنطيب الفطور ديالي، ومن بعد من كملت الفطور ديالي دازت واحد الساعه هكا، يعني لقيتها واجده، لقيت التحليه ديالي واجده ولذيذه، والله العظيم الا ما تصوروش خصكم تجربوها. كنتمنى شي واحد فيكم يجربها ويقول لي كي جاتو، كتجي لذيذه، المذاق كيجي لذيذ، واخا انني ما درتش يعني ما فيهاش المذاق ديال القهوه، لكن المذاق ديال الشوكولات وداك نيستلي وداك الفانيلا اللي درت في الكيكه، يعني هذوك داك المذاق داك شنقول لكم داك داك سميتو علي، والله الا جات لذيذه لذيذه بزاف بزاف ما تصوروش. المهم من بعد ما انني درتهم كاملين دوك ثلاثه الكيسان، دورت عليهم هكايا الكريمه ديالي من الفوق، شديت مسحت كتمسحي الكاس ديالك ما كتخليش هكاك مجخلط، راكم عارفين واخا تشوفوا هكايا دايز عليه، شديت انايا كتمسحي الكاس ديالك. من بعد غادي ديري عليه واحد البلاستيكه. المهم اول حاجه كديري الكيسان كاملين كديري عليهم الكريمه كي راكم تشوفوا، وكتمسحيه مزيان كي شفتوا. ماشي بزاف المقادير، يعني الكريمه كريم فريش والكريم الاخر، ويعني والكيكه الى عندك كيكه يعني اي واد ما ترميها تستعمليها. وهنايا شديتهم كان ندور عليهم هاد البلاستيكه هادي باش ندخلهم الثلاجه، كتعرفوا باش داكشي الماكله اللي عندك في الثلاجه وهذا ما تعطيش الريحه في هاد التحليه ديالك. المهم ها نتوما البلاستيكه ديالي يعني ما ديك الكريمه ما لصقتش ليا بزاف في البلاستيكه اللي كراكم تشوفوا في هاد الميكا. المهم كي شفتو كطلع لك بحال هكا كتزينيها باش ما بغيتي نتيا، يعني الا عندك الكوكونات تزينيها بكوكونات، عندك هاد الكوكو باودر يمكن لك تزينيها بكوكو باودر، التزيين تيبقى على حسب الرغبه ديالك على حسب انت وشنو بغيتي. الا عندك شويه ديال الفواكه يمكن لك تزينيها هكا من الفوق بالفواكه، المهم باش ما بغيتي. ولكن صدقوني والله الا كتجي لذيذه 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 بزاف. وهنا قرب يكمل الفيديو، غادي نقول لكم شكرا لكم بزاف على الدعم ديالكم، وتهلاو في روحكم ان شاء الله، ونشوفكم فيديو اخر جديد. وشكرا لكم بزاف 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 مره اخرى، ونهاركم مبروك وعواشركم مبروكه. وها نتوما كي راه تشوفوا تيجي كتجي لذيذه، وغادي نوريكم كيفاش غادي ناكلوها. وسمحوا لي اللي شهيته يسمح لي بزاف بزاف. وكيف ما قلت لكم كنتمنى انكم تشاركوا هذا الفيديو مع العائله والحباب، وتقولوا لي شنو رايكم كي جاكم واللي جرباتو. امنيتي انني نشوفك تقولي لي جربتيها وترسلي لي صوره نشوف بانك جربتيها، وتقولي لي الراي ديالك كيف جات، لانه سهله وما كتطلبش بزاف. وشكرا لكم بزاف مره اخرى. واللي كتاكل تحليه وتخاف من الغولد، من اليوم ما تبقايش تخافي من الغولد، لان قريب ان شاء الله غادي ندير لكم فيديو ديروا فيه رياضه، وما تبقاوش تخافوا من الغولد، وما تبقاش تخافي من الماكله اللي كتاكلي، اي اكله تشهيتيها غادي تولي تاكليها وما عمرك غادي تغلاضي. انتظروا الفيديوهات الجداد ان شاء الله، ما بقاش بزاف يفوت رمضان ان شاء الله، وندير لكم فيديوهات اللي تخلاو على الغولد ديالكم وتخلصوا منه، وما تبقاوش تحسوا
وكل مرة تشوفي في المراية تحبي راسك أكثر وأكثر. وشكرا لكم بزاف مرة أخرى.